السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم شباب تالتة ثانوي وفيديو جديد ومادة الفيزيكس. مكملين يا جماعة إن شاء الله مع بعض اللي هي الرسائل أو الأسئلة اللي بتجيلي على الواتساب، إن شاء الله هنحلها لكم. وأنا بقول يا جماعة للجميع، لكل شباب تالتة ثانوي سواء فيزيكس بالإنجليش أو فيزياء بالعربي، أي أسئلة واقفة عليكم عادي جدا تبعتهولي على الواتساب وإن شاء الله هنحلها لكم. وما تقلقوش يا جماعه، احنا ان شاء الله في ظهركم لحد ما تدخلوا اللجنه باذن الله وتحققوا اعلى النتائج. اللي مش معاه ارقام الواتساب بتاعها هكتبها لكم اهي، ممكن الرقم دوت ده رقم اهوت على الفودافون، وفي رقم تاني اهوت وضحهم كده يا احمد. دول يا جماعه الارقام الواتساب اللي انا بستقبل عليهم الاسئله بتاعتكم. طيب هنبدا بسم الله الرحمن الرحيم. اول سؤال اهو جالي، السؤال قدامي كده واضح اهوت، وضحه يا احمد. انا عندي التوصيله بتاعت الريزيستورز ديت بالشكل ده، هو قال لي ايه؟ قال لي كالكوليت ذا ايكوفيلنت ريزيستنس بتوين اي اند بي. بالعربي كده احسب المقاومه المكافئه او المقاومه الكليه لهذه الدائرة بين A و B. يعني أكيد موصل هنا بـ باتري، ومثلا البوزيتيف بتاعها هنا متوصل بـ A، والنيجاتيف متوصل بـ A بـ B. دي شكلها كده. طيب احنا في فيديو سابق أنا قلت الشكل ده ممكن نرسمه بالشكل ده أو الشكل ده، وهخليكم تقتنعوا بقى يا جماعة، ركزوا معايا كده. لو أنا قلت داخل هنا مثلا I، اتفرع هنا I1 فوق هنا كده إيه؟ I1. طب ودخل هنا ايه؟ اي 2. طيب وبعدين الاي 1 لما جه هنا كده، هفترض ان دخل هنا مثلا اي 3، يبقى هنا مش ايه؟ برافو، ما هو اي 1 اتفرع على ايه؟ اي 3، ودي هتبقى ايه؟ اي 1 ناقص اي 3. طب واللي داخل هنا، اللي داخل في المقاومه 6 ديت، داخل هنا اي 2 وجاي كمان معاها ايه؟ اي 3، يبقى ماشي كده اي 2 بلس اي 3، دي معناها كده. وبعد كده كلهم يتجمعوا هنا، حتى لو انت عملتهم عند النقطه دي بالظبط، اي 1 ماينس اي 3 وجاي لها اي 2 بلس اي 3، اي 3 راحت مع اي 3، يبقى هنا خارج برضو ايه؟ اي 1 بلس اي 2. ما هو داخل هنا الاي كان عباره عن ايه؟ اي 1 بلس اي 2. الرسمة ديت ممكن عشان اسهلها عليا في الحل يكون بالشكل ده او بالشكل ده. وانا هقول لكم نفرض ازاي. انا قلت دخل هنا المقاومة 6 و6 دول اللي هم 6 و6 دول. وبعد كده 3 و6 ديت اللي هي ايه؟ 3 و6. والمقاومة 3 اللي ما بينهم اللي هي دي كده. وهي نفس النظام 6 و6 و3 و6 والمقاومة 3 اللي هي ايه؟ ما بينهم. طيب انا قلت دخل هنا اي 1. تمام. وهنا ايه؟ اي 2. وقلت دخل هنا ايه؟ اي 3. طب اتجمع هنا، شوف جاي اي 2 يا جماعه وجاي اي 3، يبقى ديت ايه؟ اي 2 6 اي 2 المفروض اعمل براكت كده بلس اي 3 واقفل ايه؟ اقفل براكت. او ممكن اوزعها على طول علشان وانا بحل يعني يكون بالنسبه لي سهل، هتقول هنا ايه؟ 6 اي 1 اي 2 معلش بلس 6 اي 3، لان ال 6 حصل لها ديستريبيوشن على الاي 2 والاي والاي 3، يعني اتوزعت كده بالعربي على الاي 2 والاي 3. طيب وال 6 ديت ممكن اقول الكرنت داخل فيها ممكن اقول اي 4، خلي بالك. بس انا كده زودت المجاهيل اللي عندي، انا قلت يا جماعه علشان نحل بسهوله اقلل في الايه؟ في المجاهيل، انا كده هحلها عادي خالص. هحلها عادي خالص ازاي؟ او انا بشتغل يعني هفترض ان الاي 1 ده هي ايكوال ايه؟ الاي 1 اتفرعت لايه؟ اي 3 بلس اي 4. وانا بحل بقى يعني عشان اعوض على الاي 4 بدلاله الاي 1 واي 3، لان هشتغل في 3 ايكويشنز يكون عندي ايه؟ اي 1 واي 2 واي 3. طيب عشان اجيبها بدلاله الاي 1 واي 2 واي 3 هعوض على الاي 4 بايه؟ الشاطر بقى يقول لي يا مستر ما كده اي 4 عباره عن ايه؟ اي 1 ها ماينس اي 3 ايكوال ايه؟ ايكوال اي 4. وممكن نعملها جاهزه على طول على الرسم زي ما انا هعملها هنا، دي هي دي يا جماعه. انا داخل عندي التيار لما اتفرع طلع هنا كده اهي 6 كده اي 1.
وهنا دخل في 3 ايه؟ اي 2. طيب نزل في الاي 1 ديت نزل هنا ايه؟ اي 3. طب واللي هنا بقى؟ تمام 6 اي 1 ماينس اي 3، بس هنا في ايه؟ 2 براكتس كده. انا هعملها على طول عشان الحل معايا، يبقى هنا ايه؟ يعني هعملها ديستريبيوشن هتبقى كده 6 اي 1 ماينس ايه؟ 6 اي 3. طب وداخل هنا ايه؟ اي 2 بلس اي 3، يبقى هنا ايه؟ 6 اي 2 المفروض بقى بلس ايه؟ اي 3 بتوين 2 براكتس، خلاص احنا عرفنا كده ازاي، تبقى ايه؟ بلس 6 اي 3. طيب انا ما عنديش ال في، ماشي هقول لكم نتعامل معاها ازاي دلوقتي. انا هعملها اكتبها في اهي، وديت برضه ايه؟ في. بتوقع اوصلها هنا كده بايه؟ ببتري البوزيتيف بالاي والنيجاتيف بالبي. يعني يا جماعه اكيد ديت عندي بوينت A كده وديت ايه؟ بوينت B، او برضه ده عندي بوينت A ودي برضه ايه؟ بوينت B. هنتعامل معاها ازاي؟ هنتعامل معاها بكل سهوله. هناخد 3 لوبس، وبعد كده خلي بالكم انا استخدمت فيرست كيرشوف لو في اللي انا عملته ده قدامكم. طيب سكند ناخد هنا ايه؟ 3 لوبس. اول لوب هاخده اللي هو مثلا اللوب ده كده. انا هشتغل هنا على طول، ليه بقى؟ لان هنا مفككهم اصلا، مفكك الايه؟ الاي 4 اللي هي اي 1 ماينس ايه؟ اي 3 اللي هي دي. تمام؟ احنا ممكن اشتغل بده برده على طول وبعد كده هفكك الاي 4، بس عشان دلوقتي الفيديو بقى. انا علمتكم ازاي نعملها كده او نعملها كده، وانتم بقى جربوها في البيت، انا هشتغل عليها على طول. طب انا همشي في اللوب انهي لوب بقى؟ ركزوا معايا، انا همشي اهو ده كده، وبعد كده هنزل وهطلع وهمشي كده اللوب ده. اللوب ده عندي فيه باتري واحدة بس اللي هي ايه؟ اللي هي في. انا عندي من كيرشوف سكند لو ان سميشن اي ار ايكوال سميشن في باتريز. ويا جماعة سميشن ممكن اقول عليها سيجما او سميشن قلتها قبل كده. طيب تعالوا نعمل الايكويشنز بتاعتنا. انا عندي هنا 3 اي 2 او اكتبها هنا عشان اجمع ناحية تاني 3 اي 2 انا كده ماشي مع اللوب برضه بلس 6 اي 2 بلس 6 اي 3 ايكوال. لما امشي كده هاجم على الباتر، لكن ايه؟ ماشي مع البوزيتيف بتاع الباتر اهو كده، يبقى ديت ايه؟ دي بالبوزيتيف. هنجمع الايكويشن ديت كده على جنب وهكتبها هنا بالازرق 3 اي 2 بلس 6 اي 2 يبقى هنا ايه؟ 9 اي 2. وما عنديش اي 1، يبقى اي 1 عندي هنا في الحاله ديت بكام؟ بزيرو. هنكتبها كده بس عشان المكان، هضيق بس دي يا جماعه شويه عشان بس المكان ياخد. انا قلت 3 اي 2 بلس 6 اي 2 بلس 6 اي 3 ايكوال في. هجمعها، ما عنديش اي 1 احطها بزيرو. بلس 3 بلس 6 كام؟ 9 اي 2 بلس 6 اي 3 ايكوال في. ماشي. الثانية هاخد اللوب اللي فوق. بص معايا كده، هطلع من البوست دهوت كده اهوت، وهمشي كده وهنزل وهاجي كده تاني. طب وانا ماشي قابلني ايه في السكه بتاعتي؟ 6 اي 1 بلس 6 اي 1 كمان ماينس 6 اي 3، ما قابلنيش اي ريزيستورز ثانيه ايكوال في لان ماشي مع اللوب. هجمع 6 اي 1 6 اي 1 يبقوا دول ايه؟ 12 اي 1. ما عنديش اي 2 خالص ماينس 6 اي 3 ايكوال في. وبعد كده خد اي لوب من اللي جوه ده او ده. بس انا بنبهكم يا جماعه لحاجه مهمه خالص، وانت تاخد اللوبس في الامتحان بالذات في كيرشوف سكند لوب. لو انت خدت اللوب ده مثلا وخدت اللوب ده ماشي، اما تيجي تاخد اللوب التالت بقى ما تاخدش مجموعهم.
لان لو خدت مجموعهم اكنك ايه يعني اكنك ما عملتش حاجه. لما تيجي تعملها على الكالكوليتر يطلع لك 0 0 0 اللي هي اكس واي وزد او اي 1 واي 2 واي 3، لان انت اخدت ايه اللوب مجموعهم. يبقى انت كده ما جبتش اصلا الكوشه الثالثه، ما عندكش الثالث مجال تشتغل عليهم. طيب انا هاخد اللوب دوت بالشكل ده وهنحل عليه، ده اللوب الثالث اللي شغال عليه. اللوب الثالث دوت ده هو بس، وانا ماشي كده قابلني 6 اي 1 وبعد كده قابلني 3 اي 3 معايا مع اللوب، وهنا بقى عكس اللوب بتاع اللي هي يبقى ماينس ايه 3 اي 2 ايكوال 0 لان مفيش هنا ايه باترز. هرتبها بس اهي بالازرق كده 6 اي 1 بلس، لا معلش ماينس 3 اي 2 بلس 3 اي 3 ايكوال ايه 0. هتقول لي مثلا عندي هنا اربع مجاهيل، ايوه اللي هي ايه اي 1 واي 2 واي 3 وفي. طب هنتصرف ازاي؟ هنتصرف بسهوله خالص. هو انا عاوز مين؟ انا عاوز الايكوفيلنت ريزيستنس الار ايكوفيلنت ايكوال ايه الفي باتر اللي عندي اوفر مين الاي توتال. انا مش معاكم واحده واحده، يبقى ايكوال الفي باتر عندي الفي والاي توتال عباره عن ايه اي 1 بلس اي 2. يعني انا هجيب اي 1 اللي هي هتطلع لي اكس في الكالكوليتر، وهجيب اي 2 اللي هيطلع لي واي في الكالكوليتر بره، وفي اوفر الاثنين دول. انا اقول لك بقى خد الفي ديت باي رقم، يعني لو حطيت هنا 5 يبقى هنا 5 يبقى هنا ايه 5. ليه بقى؟ لان لما اجي اعوض هيطلعوا مع بعض، لان الاي 1 واي 2 اصلا جايين لي بدلاله مين؟ بدلاله الفي. يعني الفي ديت يا جماعه علشان لما اجي اجيب لك حاجه زي كده في الامتحان وما اجيبش الفي باتر ديت، حطها باي رقم انت عايزه. واسهل رقم هنحطه ايه 1، حط 1 يعني. ايوه انا بشتغل دلوقتي هحط 1 كده، وهحط ديت بايه 1، واما اجي اعوض بقى احط الفي باتر دي هنا بايه ب 1 برضه، يبقى هيطلع لي الرقم. هتلاقوا لي يا مستر هو اي رقم ينفع؟ اي رقم تحطه هينفع. طب مفيش اي اختلاف؟ مفيش اي اختلاف في قيمه الايه الايكوفيلنت ريزيستنس. في اختلاف واحد بس، لو قال لك كالكوليت ذا بوتنشال ديفرنس مثلا بين البوينت ديت والبوينت دي. يعني مثلا جه سماها لك قال لك ديت بوينت مثلا سي وديت بوينت دي. قال لك كالكوليت ذا بوتنشال ديفرنس بين سي سي اند دي. دي بقى هتختلف. في الحاله ديت لازم يجيب لك الايه؟ الفي باتري. لازم يجيبها لك. طالما هو ما جابش الفي باتري مش هيجيب لك الايه؟ بوتنشال ديفرنس. طيب ليها فرق الجهد يعني. طيب تعال نحل بقى. الايكويشن ديت لما نعملها على الكالكوليتر هنعملها برضه على طول. انتوا عارفين يا جماعه الطريقه، بتعمل انت كده مود 5 2 او مود 5 2 وتشتغل بقى 0 ايكوال 9 ايكوال 6 ايكوال 1 ايكوال 12 ايكوال 0 ايكوال نيجاتيف 6 ايكوال 1 ايكوال 6 ايكوال نيجاتيف 3 ايكوال 3 ايكوال 0 ايكوال ايكوال تاني. طالع لي بقى ايه؟ اي 1 في المساله 7 اوفر كام؟ 96. واي 2 ايكوال تعمل تاني كده ده ايه؟ 1 اوفر 8. اظن طبعا دوت امبير ودوت ايه؟ امبير. انا مش عاوز اي 3، حتى الاي 3 طلع لي بنيجاتيف كذا. طالما الاي 3 طلع لي بنيجاتيف يبقى الاتجاه اللي انا فرضه ده غلط، هو هيطلع كده. وخلي بالكم يا جماعه حتى علميا او كده بالعقل بالمنطق صح، الكرنت هيطلع يعني هيجي من هنا كده ويطلع هنا. ليه؟ لان لو انت خدت الفرع ده كله على بعضه كده في الاصل دي 3 وديت ايه 6، هنا ريزيستنس 9 وهنا ريزيستنس كام 12، فالريزيستنس القليله بيمشي فيها تيار ايه اكبر، يعني اصلا اتجاهها هيكون ايه كده، يعني الاتجاه اللي انا فرضه غلط. مش مشكله، يبقى هو يبقى ايه بوزيتيف في عكس الاتجاه او نيجاتيف في نفس الاتجاه اللي انا ايه فرضه دوت. انا مش هحتاجه في حاجه اي 3 اصلا، عايز اي 1 وايه واي 2، لان الاي توتال اللي داخل عندي الاي توتال ديت عباره عن ايه؟ اتفرعت الاي 1 بلس ايه؟ اي 2، ما هي الاي توتال كده. يبقى هتعمل كده
انت واخد الفي باتري بكام؟ ب 1 والاي 1 بكام؟ 7 اوفر 96 والاي 2 العدد بكام؟ ب 8 بتعملها كده. طب هتقول لي يا مستر هفترض انا واخد الاي الفي ديت باي رقم ب 5 يبقى ديت ايه؟ 5 بس اوعى تنسى خد ديت 5 وديت برضه ايه 5 في التعويض بتاعك مش هتفرق معاك خالص في قيمه الايه؟ الايكوفيلنت ريزيستنس. يبقى ديت ايكوال هنعملها اهيت 1 اوفر 7 اوفر 96 بلس 1 اوفر 8. طلع الناتج كده 96 اوفر 19 اللي هي ايكوال كام؟ 5.05 اوم. ادي يا جماعه حل المساله اللي احنا بنعتبرها معقده، ولو في وقت في اخر الفيديو دوت هقول لكم على حاجه يعني ستار دلتا لو شفت وقت الفيديو ما كملش يعني او ما طولش. طيب مساله ثانيه برضو المساله ديت سهله بس وارد ان افكار زي كده تيجي في الامتحانات اهي مدينا تو باتريز وبعد كده مدينا تو ريزيستورز ومديني هنا انترنال ريزيستنس ار 1 مع الفي باتري 1 وانترنال ريزيستنس ار 2 مع الفي باتري 2. بس انا ملاحظ حاجه الانترنال ريزيستنس ار 1 مديهالي وهنا ار 2 هنا مش مديهالي وهنا معلق لي فولت ميتر على الباتري في بي 2 وفي بي 2 قيمتها كام؟ قيمتها 4 وموصل لي اميتر مع السيركت هنا ان سيريس على التوالي. عاوز ايه بقى؟ بيقول لي اذا كان الفولت ميتر دوت اللي هي الفي ايكوال كام؟ 4.5 كالكوليت ذا او فايند ذا اميتر ريدنج يعني احسب او اوجد قراءه الاميتر اللي معناها كده احسب شده التيار اللي هي الكتريك كرنت انتنستي والار 2 اللي هي انترنال ريزيستنس اللي هي المقاومه الداخليه للفي باتري 2. طيب ما يكون عندي كده السيركت ديت ممكن احلها بكيرشوف وغير كيرشوف او اوم يعني الاسهل ليه ايه؟ الاسهل ليه اوم. ليه يا مستر؟ ما هو اصل عندي لوب واحد اهوت ما عنديش اكتر من مسار يعني وعندي الباتريز ديت متوصله دي يا جماعه اللي احنا بنسميها توالي عكسي يعني في بطاريه بتعمل تشارج وبطاريه ايه؟ ديس تشارج. اللي بتعمل تشارج يعني بتشحن مني بتشحن الصغيره وديس تشارج يعني ايه؟ بتفرغ مني بتفرغ الكبيره. طيب ديت عايزه تزق الكهرباء ازاي كده؟ اهو. طب ودي بتزق الكهرباء ازاي كده برضه؟ لان ده البوزيتيف ده الايه؟ الموجب كده. طب مني هتكسب دي اللي هتكسب ليه؟ لان دلوقتي انا عندي ده هتزق كده ومعاها 10 وده هتزق كده ومعاها كام؟ ومعاها 4 يبقى دي اللي هتكسب. يبقى من الاخر كده اكن عندي باتري واحده بس في السيركت ديت قيمتها كام؟ 6. جت منين ال 6؟ اللي هي 10 ماينس كام؟ ماينس 4. طيب انا عندي قانون مهم قوي خدناه قبل كده ان الفي للبطاريه يا جماعه اللي بتشحن اللي بتعمل تشارج ايكوال ايه؟ في بي بلس اي ار. الله بلس ليه يا مستر؟ احنا قلناها ماينس على طول من هي ايه؟ اومز لو في كلوزد سيركت او اللي هي قانون اوم للدائره المغلقه. لا يا جماعه دوت القانون ده اثبتناه قبل كده ومقتنعين بقى قبل كده وعملناه قبل كده كذا مره للبطاريه اللي ايه؟ اللي بتشحن. ليه بقى؟ لان هي بتكتسب جهد يعني هي جاي لها جهد زيرو كمان يعني هي جهدها اصلا كام؟ 4 وجاي لها كمان بتشحن يعني هي بتزود الجهد بتاعها. طيب مش هو مديله قيمه الفي ديت؟ ايوه قال لي ديت كام؟ 4.5 ايكوال ديت كام؟ 4 مديها لنا هي بلس ايه بقى؟ اي ار 2 لان ديت في باتري ايه؟ في باتري 2. طب تمام. طب الاي ديت هو الاي اللي بيمروا فيهم كلهم لان كلهم اصلا توصيلهم ايه؟ سيريس كلهم توالي. يبقى هنا هنقدر نجيب الاي ار 2 ايكوال ايه؟ هتودي 4.5 ماينس 4 4.5 ماينس 4 يبقى كام؟ 0.5. طبعا ديت فولت لان ديت ايه؟ قيمه فولت. طيب كده جبت ايه؟ اي ار 2. انا عاوز ايه بقى؟ انا عاوز الاي وعاوز الار 2 اجيبها ازاي؟ شوف بقى هنا مش يا جماعه الاي اصلا ايكوال البي باتري اللي هي التوتال اوفر الار التوتال ايوه ايكوال البي باتري اللي هي 10 ماينس 4 محدش ينزل الار توتال كل الريزيستنس دول كل المقاومات ديت يا جماعه سيريس يعني توالي نعمل لهم بلس نعمل لهم زائد يعني يبقى انا عندي دي 6 وعندي هنا في كمان 3
وعندي هنا في internal resistance 3 وعندي في internal resistance تانية ما اعرفهاش اللي هي ايه؟ اللي هي R2. هي جايه لي المسألة كده بس هيطلع الأرقام وحشة، فأنا علشان بس أخلي الرقم حلو هي نفس الفكرة. خلاص أنت عرفت الفكرة يا جماعة تعملوها إزاي؟ أنا هغير الـ 3 ديت وأخليها هنا إيه؟ 2 أوم عشان تكون الأرقام سهلة معانا على طول يشتغل على طول. فأنا هشيل الـ 3 ديت وأحط إيه؟ وأحط 2. يبقى هستنتج إن الـ I إيكوال 10 ماينس 4 6 طبعا دول كده 11 بلس R2. اعمل بقى كروس يبقى هنا 11 I بلس I R2 إيكوال 6. الـ I R2 عندي ولا مش عندي؟ عندي. أنا جايبها بكام؟ بـ 0.5. يبقى 11 I بلس 0.5 إيكوال كام؟ إيكوال 6. ودي 0.5 الناحية التانية وغير الساين بتاعتها يبقى هتبقى ايه؟ ممكن اقول ايكوال 6 ماينس 0.5 يبقى 11 اي ايكوال 5.5. يبقى الاي ايكوال ايه؟ هتقوله 5.5 اوفر 11 يعني 5.5 على 11 تطلع بكام؟ 0.5 امبير. طب انا عندي الاي اللي هي اميتر ريدنج اللي هي قراءة الاميتر طلعت بكام؟ ب 0.5 ده اول مطلوب. طب تاني مطلوب هو عايز الار 2 ما انا عندي هعوض هنا يا جماعه ديت 0.5 تايمز كام يطلع لي 0.5 اكيد تايم 1. يبقى الار 2 اللي هي الانترنال ريزيستنس الثانيه عباره عن 0.5 اوفر الاي ايكوال 0.5 اوفر 0.5 ايكوال هنا ايه؟ 1 اوم. دي مساله سهله. طيب تعالوا بقى في مسألة كمان والفكرة ديت يا جماعة بتاعت شابتر كام؟ شابتر 4 بتفكرنا بإيه؟ باللي هي أوسيليتنج سيركت اللي هي الدائرة المهتزة. طب ليه عندي باتري وعندي كاباستور اللي هو مكثف يعني وعندي هنا 2 كيز 1 أند 2 لما أنا وصله ب 1 أكيد كان الباتري بتشحن المكثف اللي هو الكاباستور دوت وما تيجي تشحنه ده البوزيتيف يبقى ده البوزيتيف بتاعت الايه؟ الكاباستور اهو. ويا جماعه عدد اللي هي اتشارجت على البوزيتيف بليت ايكوال عددهم على النيجاتيف بليت كده. طب خلاص لحد ما تم شحنه يعني شحن تمام. هو بيقول لك بقى لو انا غيرت البوزيشن بتاع الالكتريك كي شلته كده من 1 ووصلته ب 2 في البدايه خالص لما يكون التايم ايكوال 0 انهي جراف في دول اللي بيمثل العلاقه صح؟ A ولا C ولا D ولا B؟ انهي واحد في دول؟ نشوف. مش احنا عندنا اصلا يا جماعه ان الـ I كانت ايكوال Q اوفر T اللي هي دلتا Q اوفر دلتا T؟ تمام انا ماشي واحده واحده. طيب والكيو وانا عندي خدنا قانون قبل كده اللي هو سي ايكوال ايه؟ كيو اوفر بي. لو انا حبيت اشيل الكيو تبقى ايه؟ سي تايمز البي. يعني ايه ايكوال دلتا سي تايمز البي اوفر الدلتا تي. طب دلتا عن التغير ما يا جماعه الكاباستنس بتاعت الكاباستور او سعه المكثف ثابته يعني عندي السي مقدار ثابت يبقى هنا ايه؟ دلتا في اوفر دلتا تي. ولذلك جه قبل كده يا جماعه سؤال مهم قوي في امتحان الازهر التجريبي السنه اللي فاتت اللي هي تعمل المفاعله السعويه للمكثف على مقاومه نقط على مقاومه التغير في فرق الجهد. طيب ما هو دلتا في اوفر دلتا دي اسمه ايه يا جماعه؟ ريت اوف تشينج ان ذا بوتنشال ديفرنس او التغير في ايه؟ في فرق الجهد. طب ماشي. طب مش الاي ديت هي عباره عن في اوفر ار؟ ايوه. مين الفي بقى؟ الفي اللي هي جايه منين؟ من الكباستور. ومين الار اللي هي ديت؟ ما هي الاي التيار اللي بيمر عباره عن في اوفر ايه؟ اوفر ار ايكوال ايه؟ سي
اوفر دلتا تايمز دلتا في اوفر ايه؟ اوفر دلتا تي. انا عايزك تجيب لي العلاقه بين لو قلت لك في اوفر ار على بعضها ودلتا في اوفر دلتا تي على بعضها، دي كده ايه؟ دايركت البروبورشن اللي معناها تناسب طردي. طيب انا مش عاوز مع الدلتا في اوفر دلتا تي، انا عاوز الفي اوفر ار والدلتا تي بس. المركز هيلاقي السي والدلتا في في النيميريتور يعني في الباست فوق، والدلتا تي في الديمينيتور يعني في المقام تحت. العلاقه بين دول يا جماعه علاقه ايه؟ علاقه عكسيه. والعلاقه العكسيه بنقول عليها انفيرسلي بروبورشنال بالشكل ده، ولازم يكون ده الشكل بتاعها. طب انهي شكل في دول بيمثل ليها انفيرسلي بروبورشنال؟ خلاص اللي هي ايه؟ اللي هي بي. فانا هختار مين؟ هختار بي. كده وقت الفيديو كام يا احمد؟ طيب في خمس دقايق يا جماعه انا هقول الفكره بقى اللي قلت لكم هقولها عليها هنا عشان دلوقتي الفيديو كفى. في الخمس دقايق دول ان شاء الله هلحق اقولها. انا همسح المساله ديت وهرسم لكم مساله اللي هي في كتاب المدرسه، والطريقه اللي هقول لكم عليها ديت طريقه بس عشان تتاكد بيها، بس ما تحلش بقى في الامتحان، ما حدش يحل بقى في الامتحان. ليه بقى؟ لان اصلا يعني وارد مصحح يلتزم بالنموذج الوزاره طبعا، لان هو ده مش طريقه كتاب مدرسه خالص ولا طريقه ثالثه ثانوي، بس هي بتسهل على الطالب التاكد من الحل بتاعه. في كشف عامه التاكد من الحل بتاعك هاتها من الباور. مين هنا بينتج باور يعني اللي هي ايه؟ اللي هي الفي. لو عملت انت الاي تايمز الفي، الاي عندك اللي هي الاي اللي هي دي بلس دي تايمز الفي، وعملت كل دول اي باور 2 تايمز الار بتاعتها هيطلع لك الايه؟ هيطلع لك ان ده قد ايه يبقى انت حلك صح. طيب المساله بقى اللي جايه في كتاب المدرسه اللي هي كان عاملها ديت ايه؟ 13 فولت، وهنا كانت ريزيستنس كده 1 اوم، ودي كانت 1 1 1 2 اوم. كان بالشكل ده. انا قلت يا جماعه لما اشوف حاجه زي كده بشوف البرانش ده كله والبرانش ده كله. لو كان ده قد ده، او لو كانت حتى يا جماعه النسب زي بعض، يعني مثلا ديت 1 وديت 2 وديت 2 ديت 4، كنا بنلغي الايه؟ اللي في النص. طيب لان البوتنشال ديفرنس بتوين اتس تو تيرمينالز ايكوال زيرو، مفيش فرق جهد بين ايه؟ بين الطرفين بتوعها، واثبتناها قبل كده في فيديو سابق. طيب دلوقتي مش هقدر الغيها، انا ممكن احول الشكل ده للمنظر اللي انا عامله ده اهو. وديت يا جماعه 1 و2 اهيت، وديت 1 1 1. ركزوا معايا في اللي هقوله دوت عشان تتاكد من حاجه في الامتحان ازاي. بص كده البرانش ده اهو اللي بالاخضر ده كده، وده اهو وده كده. ده يا جماعه لما تروحوا كليه الهندسه او تكملوا في كليه العلوم تعرفوا الشكل ده اسمه ستار. اسمه ايه؟ ستار. المساله ديت مش هتحل غير بكيرشوف، ممكن احولها لاوم اللي هي طريقه ستار دلتا. ازاي بقى؟ انا عندي 3 ريزيستنت دول 1 1 1. اولا شرط اساس عشان تعمل اللي بقول لك عليه دوت، لازم يكون دول كلهم قد بعض، يعني 1 1 1 4 4 4 3 3 3، لازم كده يكونوا قد بعض. يعني لو رقم فيهم مختلف مش هينفع الطريقه دي خالص، يعني هنرجع تاني لايه؟ للطريقه اللي احنا بنحل بيها ديت. طيب طب لو هم كلهم زي بعض زي بالصدفه اللي هي زي كتاب المدرسه، بنعمل ايه؟ بنحول شكل الستار دوت لشكل دلتا. ازاي؟ اقولها لكم اهي اهو، ده شكل دلتا هرسمه حتى باللون الاحمر اهوت اهو كده اهو، ده شكل المثلث شكل الدلتا، يعني الستار بقى الدلتا. ال1 ده بقى يجي لي هنا كده
وال1 ده اهو. طب وال1 دوت اهو بس ما بيجيش 1. خلي بالكم ال1 وال2 اللي فوق زي ما هم. مش ده كان 1 وده كان 1 وده كان 1؟ ايوه يا جماعه، تعملها الرقم اللي عندك ده تايمز 3، يعني في 3 تقلبه في 3. 1 تايمز 3 على 1 في 3 ب 3. 1 تايمز 3 3. 1 تايمز 3 برضه ايه؟ 3. بس كده انا كده حولت الستار لايه؟ دلتا. وده عند الايه؟ عند البكر. جربوها كده يا جماعه في بيت، هتتحل معاكم بسهوله جدا. ازاي؟ ال1 وال3 دول بارلل توازي، ودول برضو ايه؟ توازي. طبعا 1 تايمز 3 اوفر 1 بلس 3 اللي هي 3 على 4 75%. يعني طلعت كام؟ 0.75. وديت 2 تايمز 3 اوفر 2 بلس 3 يعني ايه؟ 6 على 5. 6 على 5 يعني ايه؟ 1.2. وديت كام؟ 3. خلاص تعمل ايه؟ 1.2 بلس 0.75 اللي هي اكنها على بعض كده ريزيستور واحده بس، قيمتها كده 1.92 1.95. هي هتتاكد برضو 1.2 بلس 0.75 1.95 اوم. دي كده ايه بقى؟ دي ودي يا جماعه كده بارلل، يعني توازي مع بعض. بقى تجيب الار ايكوفيلنت بتاعتها عادي خالص، هتقول كده 1 تايمز 1.95 تايم 3 اوفر 1.95 بلس ايه؟ 3. هيطلع لك الناتج زي ما في كتاب المدرسه 1.18 اوم. وجربوها. بس انا باكد اهو كذا مره يا جماعه المساله، يعني الطريقه ديت ما تحلش بقى في الامتحان. ممكن تتاكد بس لو جالك حاجه زي كده تاكد سريع يعني في اخر الامتحان. اخر نصيحه هقولها لكم، لما يجي لك مساله زي كده في الامتحان سيبها للاخر، لان تاخد وقت عشان ما تضيعش معاك وقت الامتحان. اشوفكم على خير الفيديو القادم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.